سر النجاح في التميز وتميزه راجع للنشأة على مواقع التواصل بيسموه شاعر البادية طفولته في سينا الحبيبة اللي منحته مساحات مختلفة من الفن والإبداع وكتير من أسباب التفرد أما هو فبيقول لولا بقتي ما كنتش أنا عن بداياته قال بدأت الكتابة عن جدتي النخلة وأمي اليمامة واختي الغزاله ونشات على السامر والكف والمربوعه كلها كانت عوامل حولت مشاعره المصريه الاصيله لكلمات متنقيه في قصائد شهيره ضيفنا في الفقره دي الشاعر السيناوي أستاذ سالم الشهباني منورنا يا أستاذ سالم الغالي أهلا وسهلا أهلا بيكم وشكرا للبرنامج بتاعكم الجميل جدا اللي كله تلقائية وكله بساطة وجمال شكرا أستاذة منى شكرا أستاذة هبه تنورينا ويعني أنا بعتبرك النهارده معانا سفير عن كل أهل سينا حبايبنا والغاليين على قلبنا كلنا ومن كلام منى وأنا كنت بقرا قبل الفقرة عن الكف والمربوعة والسامر ودايما بلاحظ إن نسبة يعني اهل سينا من الشعراء ومن المبدعين والموهوبين دايما كبيره يعني ك كعدد كده ايه السر السر ان هي يعني إن طبيعه القبائل وطبيعه الصحاري ولا السر في الاعداد الاجتماعيه ولا هو احنا يعني الشعر عندنا مش مجرد شيء ترفيهي زي الاكل والشرب زي الاكل والشرب بالظبط عندنا الام وهي بتربي طفلها وهو صغير بتغني له اغاني بدوي أه وهي واخداه في شغل و أو بيرعى معاها بالجمال أو بتغني له أه يحسن طلي على المرباع شوفيهم جو ترضى عنهم وإحنا بالعين نرعيهم قال حرس من الديب عين الديب محمر والديب جوه القصب ناوي على غر يا حادي العيس وكل كل الحاجات دي حتى أعداد قطع فيها شعر آه، الابهات انا افتكر ان والدي كان يقول لي عايز يقول لي المكان ده ما تدخلوش ما كان يقول لي ده بالشعر حبا. يقول لي مثلا ما تروحش عند صاحبك ده عايز يقول لي بس ما يمنعنيش بشكل مباشر هم. فيقول لي بيت كتير ورده خف الجدم عنا يسأل. بيت كتير ورده خف القدم عنه, عنه. اه اخو صاحبك ده ممكن يبقى عنده اخوات بنات الله على الاسماء والمبادئ فبيربوهم بنيجينا. بالشعر آه. لما بنيجي كمان مراسم الافراح عندنا مراسم الافراح ثلاث انواع من الغنى م. يعني م. يعني عندنا السامر ده ايه الفرق بقى ايه الكف والمربوعه والسامر عشان برضه الناس احنا عندنا فرق. حاجه اسمها السامر م. دي آه ليها عدد الناس بيلعبوا السامر ده احنا نقول يلعبوا آه السامر آه أو فتلاقي عدد مثلا زوجي ليها إيقاع آه زي اللي انا قلته مثلا آه آه وأنا جيت أسرب قناة الود سدوها وكحيلة العين من يمي حجزوها ده مم سامر تردوا على إقاع بعض يعني ليه إيقاع بحر شعر بحر معين شعر آه معين الدحية الدحية, الدحية كلمة ضحية دي يعني مم ده حيوه يعني حي اللي جاي علينا ده بيبقى عدد زوجي كل العدد الزوجي ده لو مثلا 12 واحد هنا في واحد اسمه المرتجل يعني الرزيع وفي واحد جنبه بيسنده عشان لو وقع في جمله وكله ارتجال ما حدش بيبقى جاي كاتب حاجه فيقول له مثلا آآ آآ وانا جيت اسرب قناة يقول له اجلب علي واجلب عليك جرب السواجي في الميه يقول ياما وردت الجندلي على كتفي لافح سلمي يعني طول الوقت بيلعبوا ده ايقاع وده ايقاع آه الكف بقى طبعا ده اللي هنا في مصر صحيح اللي هو زي بين اللي هو التاكسي اللي جاي من الحمام علي آه. اللي احنا سمعناه بقى في الاغاني بتاعتنا اللي هو بعيله ثانيه خالص اللي خالص, خالص اللايت ولك او الخفيف يعني كان اللي هو اه حتى هم كانوا يقول لك الشباب الصو... الشباب بس هم اللي بيلعبوا الكف السامر ده كانوا يلعبوه الناس الكبار قوي الست اللي بترقص المخضرم على... اللي مم. بترقص على على السامر دي احنا نقول عليها البوش هم يسموها البوش اللي... لازم تبقى ست كبيره مم. ورقص ليه آه. وقار وكار هي... كده هي بتشاور مم. للفريق ده يقعد وبتشاور للفريق ده يقف <applause> تمام وهم بيرتجوا طول الوقت فالشعر كان <applause> حاضر في كل حاجة